اهلا استاذه مريهان، نورت المصنع والمكان كله. اتفضلي اتفضلي. بس انا معلوماتي انك مرفوض. ايه ده قدام المحكمه بس، في ايه؟ مالك؟ ده كلام مهم وخطير جدا. هو انت معانا ولا علينا؟ لا انا هنا عشان عايزه الناس تسمعك. زي ما بتسمع طليقتك. حلو. طيب ايه رايك نصور هنا كده وسط الناس والمكان داير وكده، بان رجل الاعمال الشريف وكده، ولا نقعد على مكتب احسن ونجعز؟ رجل اعمال ومصنع ومش عايز تدفع نفقه مراتك؟ انت كده هتبقى خسرت من الجوله الاولى. انت كده معانا. ماشي اتفضلي اتفضلي، بس برضو ممكن نصور وسط ناسنا وكده كاني جاي ازور امي عادي، صح؟ اتفضلي 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 يا استاذه. ايوه بس معلش، يعني انا محتاجه افهم اكتر. ده مجرد فيديو هترد بيه على طريقتك. الراي العام دلوقتي كله يعرف تونا وعارف قضيتها ومتعاطف معاها كمان. يعني عندك انا مثلا ما اعرفكمش ولا من بعيد ولا من قريب، بس عارفه هي مين فاتن امل حربي، تونا، ومتعاطفه معاها كمان. فانت متخيل الناس ما تعرفش حتى اسم طليقها ايه؟ ما لا مؤاخذه يعني، ما انت تعرفين اهو، بدليل انك قاعده قدامي وفي مصنعي. قصدك المصنع اللي انت مرفوض منه. بص انا شايفه ان انت لازم تطلع وتتكلم على كل الكلام اللي بيتقال عليك ده. بس لا مؤاخذه انا مش عمرو دياب عشان الناس تحب تسمعني وتشوفني. يعني تونا يعني هي اللي انغام؟ صح. بس اهي اديها الناس كلها عارفاها وعارفه قصتها ومتعاطفه معاها كمان. تعرف ان معظم الناس بقوا حاطين صورها على بروفايلاتهم، وانت الوحش اللي في الحكايه يا حرام، فانت لازم تطلع وتبرر موقفك. ايوه بس انا يعني ممكن اصور فيديوهات انا وارفعها على اليوتيوب واقول فيها اللي انا عايزه. ممكن، بس فكرت هتعمل فيديو زوم ان ولا زوم اوت؟ لبسك هتبقى لابس ايه؟ شعرك هتبقى عامله على جنب ولا عامله عادي؟ وشك هيبقى عادي ومرتاح ومبسوط ولا حزين ومجهد ومتضايق؟ طب ما تونا بتصور فيديوهاتها بموبايلات عاديه يعني. انا صورت تونا 3 فيديوهات والتلاتة طلعوا ترند، من ضمنهم الفيديو بتاع المحكمة، وانت الفيديو كمان بتاعك هيبقى ترند. ماشي، يبقى على بركة الله.